السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك دكتور عمر من برنامج الصيدلي. عمرك سمعت عن فكرة إنك ممكن تغير جيناتك أو تحسن صفاتك أو ممكن تزود احتمالية زيادة طول عمرك عن طريق حاجات بسيطة ممكن تعملها في اليوم؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. في جميع الأجسام في حاجة اسمها الجينات، والجينات دي عبارة عن مقاطع صغيرة من حاجة أو مادة اسمها الحمض النووي DNA. المادة دي تعتبر الكتالوج اللي الجسم بيشتغل بيه أو بيمشي عليه عشان يصنع بيه الخلايا ويشتغل. الجينات دي بتأثر بالبيئة المحيطة عن طريق إن في عوامل ممكن تنشطها وعوامل ممكن توقفها، وتنشيط الجينات دي بيكون عن طريق ان في بروتينات معينه بتشتغل وظائف معينه في الجسم. اول محفز للجينات دي هو الطعام اللي بناكله او النظام الغذائي بتاعنا. كل ما يبقى نظامنا الغذائي صحي، كل ما الجسم قدرته على تجديد نفسه واكتساب صفات افضل، واحيانا ممكن يساهم في تطويل العمر، افضل بكتير من النظام الغذائي اللي مليان سكريات ونشويات. تاني محفز للجينات دي ممكن يكون الصيام. الصيام في دراسات كتير اثبتت انه بيساهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة للجسم. وكمان الجينات دي ممكن تتأثر بالحرارة والبرودة، وممكن تتأثر كمان بمستوى القلق في الجسم. كل ما يكون الجسم بيتوتر اكتر، كل ما يكون الصحة بتبقى اقل وفرصة اكتساب صفات او التأثر بالامراض اكبر. كمان من المحفزات المهمة اللي بتأثر على الجينات دي هي النوم الجيد. النوم الجيد كل ما ننام عدد ساعات أفضل، الجسم بيلاقي وقت أفضل عشان يرمم نفسه ويصلح نفسه من أي ضرر حصل له خلال اليوم. وتاني حاجة السن. السن كل ما السن يتقدم، كل ما قدرة الجسم على إصلاح التلف اللي بيحصل في الدين ايه أو في الجسم أقل. كمان المزاج العام للجسم، كل ما يكون المزاج افضل فتره طويله او لفترات طويله، كل ما قدره الجسم والمناعه بتزيد وفرصه اكتساب صفات افضل ومقاومه الامراض بتكون افضل. واخر حاجه خالص ممكن تاثر على الجينات دي هو التمارين الجسديه ايا كان نوعها. الخلاصه اللي انا عايز اقولها في الكلام ده اننا نقدر بنفسنا ناثر على جيناتنا ونحسن صحتنا لنفسنا عن طريق ان احنا نلتزم او نخلي بالنا من العوامل اللي سبق ذكرها. وممكن كمان لو احنا التزمنا بعادات صحية كويسة ممكن كمان نطول في عمرنا. كل تمنياتي لكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.